محامي لهلا استاذ ماده الفنون التشكيليه وموسيقي وفنان تشكيلي بمدينه ورزازات. السؤال المطروح هو اي واحد كيفاش كيقضي الايام ديالو الليالي ديالو ديال رمضان اولا. فبالنسبه لي انا ما عندي حتى شي فرق بين ايامات اخرين وايامات رمضان، يعني الوتيرة غادية في المجال الفني ديما خدام، خاصة أن عن معظم الأوقات ديالي كندوزها واخا ما كانش رمضان كندوزها في المنزل. أنا عندي الاستوديو ديال الموسيقى اللي كندوز فيه أغلب الأوقات ديالي، وكاين عاود لاتوليه ديال الصباغة، ثم الوقت دائما اللي كنعطيه للدار أكثر من اللي كنعطيه للبرا. وبالنسبة لهاد الأيام ديال الحجر الصحي فيعني الناس تفرض عليهم باش يجلسوا للداخل، وهذا في مصلحتهم وفي مصلحة يعني الإنسانية جمعاء باش كل واحد يجلس في بلاصته، باش يعني هاد الناحية ديال الوقاية اللي باقي عندنا ما حتى ما لقاوش شي يعني شي لقاح لهاد الفيروس هذا. وبطبيعة الحال أي واحد ولف واحد الجو شوية كيتبدل عليه كيلقى مشكل. بالنسبه ليا ما عنديش مشكل، لان من غير الخدمه فاكثر الاوقات كندوزها في المنزل، وكندوزها في استوديو ولا في لاتوليه ديال لابانتور، وحتى يعني الوقت ما كيكفينيش نهائيا. الوغ بالنسبه ليامات الحجر الصحي ليامات الاولى فكنا خدامين كنصوروا الدروس عن بعد ديال البكالوريا ديال ورزازات انا ومجموعه من الاصدقاء. اذا تكلفت بالتصوير والمونتاج وخدمنا اكثر من 12 يوم، دائما من 9 الصباح حتى 9 الليل. ملي سالينا هذاك الشيء بطبيعه الحال خدمت الدروس ديالي حتى انا في المنزل وصورتهم، وملي كملت يعني لقيت بزاف ديال الحوايج كيتسناوني باش نديرهم، بزاف ديال لي طوال فخاويين خصني نخدمهم، بزاف ديال الالحان والشعر كيتسناني باش نلحنو باش ندير موسيقى باش نخلق اغاني اخرين. الوغ دابا خدام فيهم، كل مره ملي كنفيق كنهبط للاستوديو ديالي وكنبقى فيه وكنخدم، وبعض المرات ملي كنسالي كنمشي نخدم شويه ديال البانتور، خاصه كنخدم الاكواريل سور بابي لانه وجدت بزاف ديال الاطارات قبل الحجر الصحي، يعني ما كيشدش ليا الوقت. وفي نفس الوقت كنخصص واحد الفتره زمنيه للابناء ديالي امنا يوسف اللي كنخدم معاهم شويه وكنوريهم لي سيت كيفاش يقلبوا كيفاش، هذا باش كيدوز النهار وكيدوز دغيا بحال ايام اخرين. ما عندناش ثقافه ديال 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 برا بزاف، وسميتو كاين ما يدار لداخل ديال المنزل، الاجواء يعني كاينه بزاف، واحد المتعه كبيره باش تكون في الاستوديو ديالك وتبطاكر وتخلق شي حاجه، واحد المتعه كبيره باش يلاه كتخرج كتمشي كتقلب على بعض الادوات اللي بغيتي تستعملها، ولا داكشي اللي غياكل بنادم وداكشي. ولا النقد كثير، لانه ولا كلشي كيشوف الان المجال الفني، خاص مجال الاغنيه مجال السينما مجال، ولا كيشوف مجال الفنون التشكيليه يعني في الانترنت ولا في التلفازه، يعني ولا النقد كثير، ولا شحال من واحد اللي ما كان كيهتمش بهذا الشيء ولا دابا كيشوف، والاغلبيه ما كيعجبهمش الحال، لان كنتمنوا هذا الحجر الصحي هذا يكون واحد الدرس كبير للانسانيه جمعها باش يتغير هذا الشيء، باش تغير العقليات، باش تغير طريقه باش كيشوفوا الاشياء، لا في المجال الاقتصادي لا في المجال الاجتماعي لا في المجال الفني لا في المجالات الاخرى، باش الناس يعرفوا يمشيوا على هذه المحبه اللي خلق هذا الحجر الصحي، وهذا التعاون وهذا الصداقه وهذا الحب للجميع والاحساس يعني بالجماليه والمتعه ديال هذه الكره الارضيه فاش كنعيشوا. اذا هاد الشيء خصو يستمر من بعد بحال المجال الفني، خاص يكون واحد المراقب، الحاجه اللي مزيانه تدوز، الحاجه اللي ما مزياناش ما تدوز. يعني هاد الشيء اللي داز ربينا واحد الذوق رديء عند الانسان، وكنهضر خاصه على المغرب، ربينا واحد الذوق رديء لا في مجال الاغنيه لا في مجال الفن التشكيلي لا في المجال ديال السينما، لا ما كاينش هذاك العمل باخلاص، كاين واحد الاغلبيه كيعطيو الاهميه للفلوس اكثر من المنتوج، بينما المنتوج ديالك هو رساله، خلي شي حاجه زوينه لان هذا العالم حتى واحد ما غيعيش فيه. اذا كنتمنى ان شاء الله مورا هذا الحجر الصحي تبدل العقليات ويستمر
تستمر الإنسانية في هذه المحبة وهذه الأخوة، وهذه هي الرسالة ديالي للمغاربة كاملين وللإنسانية جمعاء، وشكراً.